السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنبدأ في لعبة جديدة من سلسلة الرائعة زلدا، The Legend of Zelda. إن شاء الله سنبدأ بسلسلة، هذه الحلقة الأولى مش تكون مقدمة إن شاء الله. هذه المقدمة مش أقول لكم اسم اللعبة، خليكم تستكشفوا حتى يجي التيتر بتاع الإكرام. هذه ملخص القصة. اسماء زرقاء. لا بورت فيغي نوفيل ليجوند. ايسي دي فار فوتر مار. The Legend of Zelda Skyward Sword. النسخة إذي علوي. نبدأ بالمقدمة دويكا، مش نبدأ واضحين من الأول. إن شاء الله أسبوعيا مش نعرضوا فيديو زوز فيديوهات أو ثلاثة فيديوهات، يعني مينيموم زوز ماكسيموم ثلاثة فيديوهات، باش ناخذ وقتنا الكافي لاستكشافها. باش ناخذوا وقتنا الكافي على الآخر. هاي نوفيل افونتير. زياد اللي هو العبد لله. كما قلنا راح ياخذ وقتنا الكافي على مراحل لتستكشفوا. هذا باني لا تعرفوه في الاخر، اسطوره وحش لا مثيل له. هي اللعبه هذه عملوها باحتفالات 25 سنة على نشأة الاسطوره زلدا. هذه هي زلدا.
كما نقولوا احنا جزيرة، المغامرة مش دور، هي أغلبية في جزيرة، جزيرة في الهواء. والعصافرة ذو ما هو عبارة كما نقولوا احنا على حصنية، نذكرني مرة بسندباد البحري. هذه الأمينة زرداء، هذا هو إلى زياد لينك. كشمار زياد يريد طن دي سيري زياد وقت باش تقوم. قريبا مصيرك الكبير باش يبدا، وقت باش تقوم زياد. زياد احلى اسم. رسالة بعد زري زرداء، خاطر يعرفك وصلك رسالة لكن كنت رقت. بونجور زياد، اليوم هو مناسبة متاع يوم الاحتفال، عنا رانديفو الصباح تتذكر. زبدة عندنا في اللعبة، هذه الغرفة متاعي كما قلنا راح نكتشفوا بشوية 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 كل شيء. هذا في رؤيا نجم نقعدوا على الكرسي. اها لحظة، عندي مشكلة في المانيت، نقدو المانيت. نعاودو نحيو المعنات نعاودو نرجعوه، دي كونكتي و كونكتي المعنات. هاي تاو صبا هادي نجمو نقعدو على الكرسي باش نرتاحو. سلعب هادي خزانتي روبي بلو، 5 روبيات. نطلع على الغرفة، نحاول نحكيه مع إنسان نقاه ويقف، نحاول نحل البيبان الكل. هذه مسكرة، على التواليت نعمل فيبي.
هل تساش اشبيه بونجور زياد يعلم فيك باش نهز الجراري مهندس Tina. هاي قد تثبت باش يجيب لي البانوات البراميل خليش نعاودو شفتك كدور الخد هذيك هذيك القوة نتاعي يعني كي تفرق يعني ماش عندي قوة كان عاونوه في اللي هي نهبطها باش نسترجع قوانا تشكر فيا ميرسي زياد الشخص معايا السلام نتاعو ربحت روبي روج اللي هي تساوي 20 روبية باخا نمشيو تو نستكشفو هادي Thank you.
ايوا حنا بوحدنا نحاولو نقراو ونشوفو. زعسي مش عامل نجربو سي سي مش عامل وعلى هذيك واش تخرج الساحة الكبيرة اخرج من هذا الشاسي قالت الباب الفوقاني مسكر يس خرجنا للساحة تاويك أحلى جزيرة سيلزبورغ. هذه هي سيلزبورغ الجزيرة الهوائية. هذه الساحة أنا مش نقول لك بشوية بشوية كما تعرفوا. شو هذيك نضرب الأولى نتعلم هذه أهم حاجة في اللعبة هي الستاتيو متاع الوزو تمثال العصفور هي مش نصوفيو فيها تعمل صوف جاردي في نقاوة برشا مرندي مثل الصوفيو عندك انيجي سوف غاردي وسوف غاردي كيتي نعم سوف غاردي راح اي شكون اللي عايز فستح على فيه كيفاش نبدا نحب نحكي مع واحد بعيد ننزل على الزيت لا على الزيت قرية ثالي كل الارشادات نتاعها كيفاش تلعب تلقى واحد عنده قنبلة فات 3 نقاط هذيك راهي مهمة إذا تحكي معاه وتكمل المهمة هذيك تنجم تتعدى اللي بعدها قال لي ثم القطوس هذيك ميو يمك تجيبو هاكا
D'accord. هذه قلنا عثمية نتعدى من غادي. شعب طالع هيري هاو كان قطوس غاديك شفتوه لو كان نعمل بهذي هاي زيار تشبيه في بالي في بالي في بالي مذكي ما نجي بيه من الدرجة قالي دز الصندوق هذاك وطع ليه كلها غيوم كلها اصحاب هاي اللوحو ميو ميو يزكر لا نعبطوش منه نعبطو منه اه مرسي مرسي تو تمشيو ساحة المعبد ديما نطبعو على الشدات كان تتخذ الجدار غادي باهي كالعادة استراتيجي متاع العصفور نعملو صوف قردي ديما صوف قردي ديما صوف قردي اللي تسوفي ترفعو هذا يشبيه عند الفان كالمو ازيد بيان جول صباح البيض لازم نكمل في الافيس مش يقولي كيف انصف قردي هذه هذه نستعملوها باش كي وفينا هذا انت اخذها كده وهذه كي تاكلها تحاول ترجع نورمال تعال نقول لكم على حاجه ها تعال ترجع نورمال هذا هو معبد ساحة المعبد تمام مش اقعد حكايه شويه طويله سينماتيك طويل شويه بونجور زياد هذه هي ملاذ الداء قد نسيت الرانديفو تاعنا مزيان هذا مش خايب
Bien, sí, c'est bien. كان تعرف جابها المدير. تسكبي قلبه. طويلة شوية الحقل برسك باش نكملوها هكا، ما تتقلقوش باش نحاولوا نكملوا اللعبة، نعملوا اللي لازم في اللازم، يعني باش ناخذوا وقتنا اللازم باش نصنعوا. لا تحبوها اللعبة برشا، وذري أول حل اللعبة هذه بالفيديو بالعربي باللغة العربية. تبغى تحامي علي اكثر من روحي يا خيتي يا خيتي زلدة. اشتقت فيني؟ اوقيت يا تكخ ابوي كوخي قصدت عصفوري ما جاش. بلاش تقتلني كاين عصفور زلدة تعب وين مشى عصفوري
كنت بنا فكسر عصورك باش نفكس على العصفور نتاعي. كيما قلنا باش ناخذ الوقت الكافي لاستكشاف البقعة. الفيديو هذا الأول باش نقولوا شنو عملت فيه، عملنا فيه المقدمة، كملنا يعني أغلب السينماتيك نتاع الفيديو، وإن شاء الله في الفيديو الثاني نبدأ الفيديو الثاني اللعبة الرسمية زلدا سكاي وورد. هذه هي قاري امشي لبيت الوجود ان شاء الله. المرة الجاية هذا الفيديو الأول، الحلقة الأولى ننزل ده ان شاء الله. نتقابلوا في الحلقة الثانية بعد نهارين وثلاثة ايام كما قلت لكم، اسبوعيا نعمل زوز فيديوهات والا ثلاثة فيديوهات. نتعرفوا تو على برشا حاجات صعبة من كل شيء، هذا الافونتير نلقاو فيه شو عنا او عنا ذي البورسكا او عنا هذي شنو لمدنا الحشرات، هذي مونيزو بجير لمدناه، عندنا اخر عندنا الخريطة، هذه سيليزبورغ نحبو نكبرو نكبرو هكا بشكل خريطة. انا تو هوني استطيع دوازو هذيك، هذا المارشي وهذا المعبد اللي كنا غادي، وهذا ريكور. على كل اخوكم زياد من رادس تونس، زورونا على الموقع تونيزيا شير بوان انجا مش تعرفوا الاخبار الجديدة والفيديوهات الجديدة ان شاء الله على الالعاب، وان شاء الله تونيزيا شير بوان انجا على فاجنا على الفيسبوك الباج تونيزيا شير، على تويتر وعلى جوجل وعلى يوتيوب. خلصوا فيو تاو لعبة صوف قردي اكيتي معاك زياد. قداش اليوم الوقت؟ الوقت وقت كملنا قد قعدنا مقعدنا نلعبو 30 دقيقة إن شاء الله. فيديوهاتنا كلهم يتراوحو بين 30 و 45 ماكس، كان وصلنا ساعات في المعبد ولا في حاجة نكون نكملو حتى للساعة، ما أكثر شي من ساعة الفيديو نتاعنا. هاي خليكم إخواني وإن شاء الله نتقابلو بعد نهارين أو ثلاثة أيام. إلى اللقاء.